متابعي قناة بيستارز، أسعد الله وقتكم أينما كنتم. خسارت بطل إفريقيا ضد ساحل عاج شكل مفاجأة للجميع. الإعلام الجزائري حمل جزء من الخسارة لقائد المنتخب رياض محرز. تايلور وورد زوجة رياض قدمت دعمها الكامل من خلال هذه الصورة مرفقة بهذا التعليق: في السراء والضراء فخورة بك دائما، العودة ستكون أقوى. رياض بعد نهاية المباراة قدم اعتذاره للشعب الجزائري. pour eux les premiers on est tous désolés pour le peuple سمحولنا ان شاء الله on reviendra plus fort restez derrière nous et nous restera soudés et on reviendra plus fort. ومني لكم احلى سلام لاحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.